بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد. إن شاء الله نتكلم ونثبت أن العلماء يؤكدون رؤيتهم لخيوط النسيج الكوني. يرفض بعض القراء فكرة الإعجاز العلمي بحجة أن العلم هو عبارة عن فرضيات تتغير مع تطور المعرفة البشرية، أما القرآن فهو الحقيقة الثابتة، ولذلك هم يعترضون على تفسير القرآن المطلق والثابت بنظريات متغيرة قد تكون خاطئة أيضا. والسؤال الذي نود إثارته، هل يمكن أن يكتشف العلماء في المستقبل شيئا يخالف ما كشفوه اليوم؟ يمكن القول أن هناك حقائق علمية يراها الإنسان ويلمسها، مثل حقيقة وجود المجرات والحقائق الكروية للأرض وحقائق وجود الشمس والقمر، هذه حقائق يراها كل إنسان. هناك نظريات كثيرة مثل نهاية الكون وعمر الكون وكيفية نشوء الكون لم يستطيع العلماء التأكد منها، ومما لا شك فيه أن المجرات توضع في هذا الكون بنظام محكم، بناء نسيجي، وهذا ما يقرأها جميع العلماء ولا ينكر أي أحد منهم. قد تكشف الأبحاث العلمية القادمة تفصيل جديد عن هذا النسيج الكوني، ولكن لا يمكن أن نكشف مثلا أن الكون عشوائي أو غير منظم، لأن ذلك سيؤدي إلى انهيار وتدمير الكون. بما أن هذا الحقيقة العلمية تطابقت مع النص القرآني، فلا يمكن أن يكتشف العلم مستقبلا أشياء تناقض هذا النص الكريم، ولكن العلم قد يكشف أشياء جديدة في هذا النسيج. كان يكتشفون صورة أفضل عنا، يستطيعون أن يروه بتفاصيل أكثر دقة. إذن كما نرى ونلمس أن الأرض كروية، كذلك العلماء يرون بأعينهم خيوطا كونية من المجرات تتشابك وتترابط بنظام محكم، ولا يمكن أن يكون هذا المشهد وهما. أن العلماء اليوم يرون طرق وجسور كونية تربط هذه الخيوط وتشدها بإحكام، وأن هؤلاء العلماء مثل الدكتور بول ميلر الذي يؤكد أن هناك طرقا للنجوم تسير عليها وتجتمع لتشكل المجرات، كما أن يتحدث عن الخيوط الكونية وعن عقد هذا النسيج. ملاحظة، أي أليست كلمة الحبك أو الحبك تتضمن هذه المعاني جميعا؟ يؤكد العلماء اللغة العربية بأنها هذه الكلمة المذكورة في القرآن تثبت على حبك النجوم، والله أعلم.